اللي قدام الأطراف اللي هو ديابي ولا برقوين ولا حتى بنزيمة ولا حتى عوار، أنا أتوقع أنهم أمس تتكلم بس ما بتكلم عن قيمتهم الفنية، أمس كأن الأمر لا يعنيهم. هم كان تعرف أنت لما تجيب واحد من برا فريق الحارة وهو النجم الكبير ويلا صلحوا لي أنا وأنا ما لي دخل فيكم، في النهاية باخذ جزمة وامشي، زي كذا صار اللعب أمس بالضبط، صار زي كذا يعني بصراحة. حتى بلان يعني أنا أتوقع أفضل مجموعة جت للاتحاد خلال 5 سنوات المجموعة اللي معها، يعني من يحل يمسك زيدان ولا ديابي ولا برقوين ولا عوار ولا دانييل، ولكن أخرجهم بأسوأ صورة لأنه واضح حتى المدرب يعني خلاص صار أصبح متفرج معنا. سمع حس حتى زعلان أمس يعني هو على الخط، يعني ما في ردة فعل، يعني يبدو أنه في داخل أنا قاعد أبني فريق، أنا هذه الفكرة عند جاي نادي الاتحاد. ترى في فرق لما تجي النادي وتعلمه بتاريخه، ما تجيب لا مدرب أو لاعب تقول إحنا نبغى نبني فريق، نبغاك تعدل الفريق هذا في الوقت اللي عندك فيه فلوس، هذا فريق تجيب فريق إيه، هذا فريق موسم قبل الماضي ما أخذ الدوري، هذا فريق جالس ينافس 4 سنوات 5 سنوات، فتيجي أنت بعقلية مثلا المسؤولين يقول لك والله إحنا الفريق هذا نبغى نعيد صياغته ونبغى والله نبنيه، واليوم إحنا لازم نكون لنا زي كذا.